الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام، والبداية من الخبر اللي بيهم ملايين الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة، وهو تقرير الحد الأدنى للأجور بدءا من 1 يوليو الجاري. لو تتذكروا حضراتكم في الاحتفالية الخاصة بتكريم المرأة المصرية في مارس الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن يومها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. هذه الخطوة كانت مفاجأة يومها، كانت مفاجأة سارة، لأنه ما حدش كان يتوقع أنه الزيادة تكون بهذا القدر. لكن وزارة المالية النهاردة كشفت أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير 2018، يعني قبل ما تقر هذه الزيادة تقريبا بسنة ونص، كان أعطى توجيهات للوزارة لدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور من أجل إدخال تعديلات تتماشى وتتوافق مع الحالة بتاعة المجتمع، التخفيف عن المواطنين فيما يتعلق بالأسعار وإلى آخره. خلينا نتذكر مع حضراتكم في مارس الماضي في احتفالية تكريم المرأة المفاجأة اللي أعلنها يومها الرئيس السيسي. اسمحوا لي أن أنا أقول لكم أن احنا هنرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى كام؟ طيب عشان ما اشغلكمش قوي، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، وتكون 2140 جنيه للموجودين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600. منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. دي الأخبار السارة اللي أعلنها يومها في مارس الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية، وبيتم تطبيقها من 1 يوليو الجاري. طبعا استمعنا إلى تفاصيل قالها يومها الرئيس السيسي. الحد الأدنى الإجمالي الأجر لأجور الدرجة الممتازة 7000 جنيه شهريا، والدرجة العالية 5000 جنيه. ياريت زمايلي يعرضوا علينا الإنفوغرافيك اللي بيوضح هذا الموضوع. أهو اللي الدرجة الممتازة من 7000 جنيه كانت 4600 أصبحت 7000. الدرجة
العالية كانت 3200 بقت 5000، درجة مدير عام كانت من 3000 أصبحت 4000، الدرجة الأولى من 2850 أصبحت 3500، الدرجة الثانية من 2600 أصبحت 3000، الدرجة الثالثة من 2040 جنيه ل 2600، الدرجة الرابعة 1890 ل 2400، الدرجة الخامسة 1870 أصبحت 2200، والدرجة السادسة اللي احنا كنا بنتكلم عنها واللي بتهم قطاع كبير جدا من الموظفين والعاملين في جهاز الدولة من 1200 جنيه أصبحت 2000 جنيه. بمناسبة الحديث ده طبعا غير العلاوات الاستثنائية اللي قال عليها الرئيس، وطبعا أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ده كله يطبق من 1 يوليو. طبعا بمناسبة الحديث عن وزارة المالية، الوزارة أعلنت النهاردة أن ترشيد دعم الطاقة اللي هو المواد البترولية والكهرباء وفر السنة دي 48 مليار جنيه عن ميزانية العام الماضي. كل هذه المبالغ، وهي مبالغ كبيرة طبعا، تم توجيهها لقطاعين دايما احنا بنسميهم قطاعين أمن قومي، التعليم والصحة. يعني اللي توفر من ترشيد الدعم، دعم المحروقات، دعم المواد البترولية والكهرباء 48 مليار جنيه عن السنة الماضية تم توجيهها إلى قطاعي الصحة والتعليم، وأيضا برامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور. خلوني أروح للأستاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور. أستاذ مجدي مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا هذه الزيادة زي ما احنا قلنا أصبحت سارية من 1 يوليو، من يوليو الجاري، مش كده؟ بالتأكيد طبعا، مع طيب. الموازنة الجديدة للدولة. لو بصينا على تطور الأجور في الجهاز الإداري للدولة من 2013 لغاية النهاردة، الخط البياني عامل ازاي يا أستاذ مجدي؟ بص، أنا عايز برضو أنقلك قبل 2013، إحنا توقفنا كثيرا لسنوات طويلة في مسألة تحديد حد أدنى للأجور أو حتى الاقتراب من جدول الأجور اللي بالنسبة للعاملين في الدولة. لكن أنت تخيل لغاية أن العاملين في الدولة كان بيتقاضوا علاوة دورية، علاوة قدرها من جنيه ونص لستة جنيه وربع، يعني المدير العام كان ياخد ستة جنيه وربع. لغاية ما اتعمل السنة اللي قبل اللي فاتت قانون الخدمة المدنية، الخاضعين بقوا ياخدوا 7%، أما غير الخاضعين اللي ليهم يعني كوادر خاصة اللي ما زالوا بياخدوا دلوقتي، لغاية دلوقتي اللي هم من جنيه ونص لستة، من جنيه ونص لستة جنيه ورمى. لكن احنا قفزنا قفزة طويلة بمسألة الألفين جنيه. يعني لما تحدد في نهاية 2013 أو قرب نهاية 2013 مسألة 1200 جنيه، ده كان يعني ايه مطلب شعبي. الحياة تطورت والأسعار تطورت لدرجة ان احنا يعني لما الرئيس حدد 2000 جنيه لم يكن يتصور احد هذا، يعني ان هو ينط النطة دي كلها، انه 700 جنيه 800 جنيه مرة واحدة. كان كل الحالمين ان هو يبقى 1400 1500 جنيه، لكن معنى ان هو يوصل ل 200 احنا بنعتبرها 2000 نقلة مهمة، وان هي بتساعد الناس بشكل كبير في مسألة تطوير الأجور يعني. جميل جدا. طيب انعكاس ده على المواطن شايفه هيكون ازاي استاذ مجدي؟ بالتاكيد ده بيحقق جزء من العداله الاجتماعيه، اللي هي ان الواحد يقدر يصرف على التعليم وتعليم ولاده، يقدر يصرف على علاج ابنائه، يقدر يصرف يودي ولاده مدرسه كويسه، يقدر يعني كل دي ان الانسان يقدر يعيش عيشه مرتاحه شويه عن الحياه اللي هو عايشها. دي كلها بتسبب للمواطن نوع من الارتياح الذهني، من الارتياح النفسي، بتخليه يعيش عيشه كريمه. دي بالتاكيد يعني انت مش متخيل قبل ما تبقى يوصل للحد الادنى للاجور ل 2000 جنيه كان موظف الحكومه احنا بنقول عليه المعدم، لان كان مستوى الاجور عنده متدني جدا. اما النهارده يبقى 2000 جنيه انا اعتقد الحد الادنى. وبعدين لاحظ حاجه، ان في الدرجات الاخرى بقت في تصاعد، وبالتالي يعني العاملين في الدولة النهاردة تقدر تقول ان هم شموا نفسهم ويقدروا يعيشوا وسط الفئات الاخرى
اللي هي كانت كنا احنا بنعتبرها احسن حالا من العاملين في الدوله. بشكرك الاستاذ مجدي البدوي عضو المجلس القومي للاجور. نروح لموضوع ايضا بيتعلق بالاقتصاد في مصر. طبعا شبكه بلومبرج الامريكيه هي واحده من اكبر واهم الشركات اللي بتتكلم عن الحاله الاقتصاديه في دول العالم. الشبكه قالت النهارده ان معدل التضخم في مصر وصل الى ابطأ وتيره له منذ 3 سنوات، يعني التضخم في مصر تراجع او وصل الى درجه متدنية بطيئة من 3 سنوات. ده خبر مهم وخبر مفرح بيعكس التقدم اللي حصل في المجال الاقتصادي، وإنه هذا التضخم تراجع بشكل غير متوقع. ده التقرير بتاع بلومبرج، تراجع بشكل غير متوقع إلى أدنى معدل له من أكثر من 3 سنوات، مع توقع بعض المحللين بفرصة أكبر للبنك المركزي عشان يخفض أسعار الفايدة في الأشهر المقبلة. خلينا نعلق على هذا الموضوع مع الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي المعروف. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور أستاذ عمرو، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد، تقييمك لهذا التقرير اللي نشر في بلومبرج. تقرير مهم، يعني هو كان تعليقا على بيان التضخم الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي أيضا. التقريرين صدروا النهاردة بخصوص التضخم العام والأساسي، وكلا التضخمين بيحققوا أفضل مستويات من 3 و5 سنين على الترتيب. اللي احنا هنا المميز أو المختلف في هذا التقرير هو أنه كما تفضلت حضرتك أن هو الأفضل من حوالي 3 سنوات أن يكون التضخم رقما أحادية. هنتكلم هنا عن التضخم العام. الفرق بين التضخم العام والأساسي أو الفارق بين التضخم الخاص بجهاز الإحصاء والتضخم الخاص بالبنك المركزي هو أن البنك المركزي يقوم باستبعاد السلع المتقلبة زي الخضروات والفاكهة، الجهاز الإحصاء لا يستبعدها، وبالتالي دائما ما يكون التضخم العام الذي يصدره جهاز الإحصاء يكون أعلى من التضخم الخاص بالبنك المركزي. لكن في كل الأحوال التضخم من كلا الجهازين انخفض لأفضل مستوى من 3 سنين ومن 5 سنين على الترتيب. هنا مهم جدا ان احنا نشوف السياق الزمني، ان احنا بنتكلم عن شهر يونيو وهو الشهر اللي سبق جوله ترشيد الدعم الخامسه والاخيره اللي تمت منذ ايام قليله. مهم جدا هنا ان احنا نتكلم عن ان الشهر اللي سبق اللي بيسبق هذه الجوله دايما كان الشهر ده بيحصل فيه تجاوزات سعريه، بيحصل فيه تجاوزات من التجار، بيحصل فيه تجاوزات من عدد كبير من اسواق الجمله واسواق التجزئه كاستعداد وتحوط من ارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم. ده كان بيحصل في الجولات الاربعه السابقه، ان شهر يونيو السابق لخفض الدعم كان بيحصل في ارتفاع الاسعار. النهارده احنا بنشوف لاول مره ان التضخم في الشهر الذي يسبق خفض الدعم بيحصل فيه انخفاض، ومش بس انخفاض عادي مقارنه بالاشهر السابقه، لا هو الانخفاض الافضل من 3 سنين. ده مهم جدا. ليه؟ ده مهم لانه اولا بيحافظ على مستويات الاسعار، وبالتالي استقرار الاسعار وانخفاض بعضها بيساهم في استقرار الاوضاع المجتمعيه، الاوضاع الامنيه، الحاله الشعبيه في المجتمع، او احتماليه الاضطرابات الشعبيه بتتلاشى تماما في كل تقرير اقتصاديه كلما انخفض التضخم كلما انخفض مستوى الغضب الشعبي. ده اولا. ثانيا ان انخفاض التضخم بيمهد الطريق نحو خفض الفائده، وخفض الفائده يمهد الطريق نحو انخفاض تكلفه الاقتراض، وبالتالي القطاع الخاص ظروفه تتحسن، يزيد التشغيل، تنخفض البطاله، يزيد التوظيف، وبالتالي على كافه المستويات التضخم انخفاضه لهذا المستوى القياسي يساعد على تحقيق نتائج اقتصاديه على كافه المؤشرات الفتره القادمه. جميل جدا. نفس الشبكه، شبكه بلومبرج، استاذ محمد كان جايبه برضو تقرير النهارده بيتكلم عن سياسات اردوغان في تركيا، وبيقول هذا التقرير انه السياسات بتاعه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تدفع بانهيار اقتصاد تركيا، يعني تدفع الاقتصاد التركي الى الانهيار. يعني تقييم خطير من قبل بلومبرج للاقتصاد التركي. صحيح يا فندم. هو كمان بلومبرج، ده مش بس راي بلومبرج، ده كمان بلومبرج كانت تنقل هذا عن صندوق استثماري عالمي، صندوق من اكبر صناديق الاستثمار في العالم، يدير اكثر من 85 مليار دولار اصول في الاسواق
الاسواق الناشئه هو صندوق اشمور البريطاني العالمي والذي يتخذ من لندن مقرا له. المثير للانتباه في هذا التقرير انه المدير البحوث في الصندوق تحدث عن انه السياسات الاقتصاديه التركيه سيئه للغايه، السياسات كلها متهوره كلها مرتبكه، بدات بعزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته الرسميه، ثم مما اثر على سمعه الاقتصاد التركي ان النهارده احنا بنتكلم عن ان السياسه النقديه التي يقوم بصناعتها البنك المركزي التركي اصبحت غير مستقله، ان الرئيس التركي اردوغان اصبح يتدخل في اعمال البنك المركزي. البنك المركزي الذي من المفترض ان يكون مستقل ولا يكون خاضع للرئيس. بحكم الدستور والقانون البنك المركزي يجب ان يكون مستقل. ما حدث يوم الجمعه الماضي من عزل المحافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته تسبب في انخفاض العمله التركيه او تراجع بقيمه 3% في اول يوم تداول بعد القرار، تراجعت البورصه، تراجعت قيمه الاصول، ارتفعت تكلفه الاقتراض على الاصول والسندات التركيه لمستويات قياسيه. الأهم من ذلك أن يوم الأحد شهدنا استقالة علي باباجان. علي باباجان هو الصانع الرئيسي للتجربة الاقتصادية الأردوغانية في فترة 2002 حتى 2015، كان هو وزير الاقتصاد ثم كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية ثم المستشار الاقتصادي لأردوغان وقتما كان النظام برلماني وكان أردوغان رئيسا للوزراء حتى 2015. استقالة علي باباجان أثرت في الأسواق التركية، أثرت على تداولات العملة، كانت مؤشر رئيسي في كافة التقارير الاقتصادية وخاصة شركات تداول الأوراق المالية وتداول العملة أن استقالة علي باباجان وهو رجل الاقتصاد الأول في تركيا وانتقاده للسياسات الأردوغانية معناها أن هناك تصدع كبير في النظام التركي وفي المؤسسات الاقتصادية التركية. أن كل حلفاء الرئيس التركي، وأنا أتحدث عن الاقتصاد بشكل رئيسي، كل حلفاء الاقتصاديين في الحزب أو في المؤسسات الاقتصادية ينفضوا من حول الرئيس التركي، فبالتالي المسافة لم تزداد اتساعا، ليس فقط ما بين أردوغان وخصومه، لا كمان ما بين أردوغان وحلفائه. صحيح. كل هذه الأمور أثرت. كمان أخيرا لو تسمح لي حاجة مهمة جدا، إن النهاردة بلومبرج أيضا تحدثت عن أن هناك تفكير لدى الاتحاد الأوروبي ودراسة عن فرض عقوبات على فرض عقوبات أوروبية على تركيا بسبب التنقيب غير الشرعي في المياه الإقليمية القبرصية، وهذا أمر خطير للغاية وتصعيد للتوتر، وعلقت عليه الخارجية المصرية أمس أن هناك تصعيد التوتر غير مبرر من الدولة التركية. أوروبا ردت على ذلك في بلومبرج أنها تفكر في فرض عقوبات وسحب الاستثمارات، كافة الاستثمارات والمنح والقروض والتمويل الأوروبي عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سحب كافة أعماله من تركيا. هناك تفكير جدي جاد في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي وداخل بروكسل، وهناك تفكير أيضا أستاذ محمد في تجميد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حال استمرار صحيح. تركيا في التنقيب عن النفط في قبرص أو في المياه الإقليمية القبرصية. صواريخ الإس 400، التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والتلويح بعقوبات أمريكية. صحيح. فالأسبوع الحالي شهد مجموعة أخبار كارثية على الاقتصاد التركي لم تحدث مسبقا. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي، وإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ محمد نجم، طبعا احنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا، لا سيما الاستثمارات الخليجية وعلى وجه الخصوص الاستثمارات السعودية. في قصة كده، قصة يعني مضحكة مبكية زي ما بيقولوا، طبيب مزيف قاعد بيمارس مهنة الطب 8 سنوات دون أن يتم اكتشافه. شخص انتحل اسم طبيب معروف في كفر الشيخ وقعد يعالج الناس، واختار طبعا اختار يعني تخصص خطير، مخ وأعصاب وطب نفسي كمان، وقال عن نفسه انه عضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية، وإعلاناته كانت مالية الشوارع، وحتى على النت لما تيجي تعمل سيرش على اسمه وبحث على اسمه أهو عيادة الدكتور حسام عيسى مخ وأعصاب. طبعا في دكتور بحقه حقيقي اسمه دكتور حسام عيسى، أعتقد هو برضو في كفر الشيخ ولا في محافظة تانية، هو في الدقهلية. في الدقهلية اسمه دكتور حسام عيسى، ده الدكتور الأصلي. الراجل راح
علشان يعني في إدارة العلاج في مديرة الشؤون الصحية في كفر الشيخ، تبين لمسؤولي العلاج الحر في المديرية أن هذا الطبيب المزيف طبعا بيمارس المهنة من 8 سنين، كان طبعا عنده شهادات مزورة، أوراق الترخيص، شهادة البكالوريوس، كل الشهادات، شهادة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، طبعا كل ده كان مزيف و8 سنوات يمارس الطب. محكمة جنايات كفر الشيخ أمرت بإيداع هذا الطبيب المزيف في الحبس لمدة 45 يوم بدار الاستشفاء للصحة النفسية في العباسية علشان يعدوا تقرير طبي عن حالته، مدى إدراكه، مدى تمييزه، وقت ارتكابه وقائع فتح العيادة. معايا الأستاذ إسلام عمار، مراسل مصراوي في محافظة كفر الشيخ. أستاذ إسلام، مساء الخير. شكرا لك حضرتك. يعني ازاي يعني هذا الطبيب قعد طول هذه الفترة 8 سنوات دون ان يتم اكتشاف امره؟ استاذ عمرو حضرتك، بداية هي قصة سقوط هذا الطبيب بدأت، او الطبيب المزيف بدأت في شهر يناير 2019 عن طريق إدارة العلاج الحر، طبعا رئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام مدير إدارة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية محافظة كفر الشيخ. طبعا من خلال بيان او معلومات وصلت لها قالت ان في طبيب مزيف ومعاه شهادات طبية وكده موجود في مديرية كفر الشيخ. من خلال البحث او التحري طبعا من السيدة مدير إدارة العلاج الحر، طبعا اثبتت صحة كلامها وعملت حملة فعلا هناك الى العيادة هذا الطبيب، وراحت فعلا هناك من خلال الحملة تبان ان ما معهوش اي فعلا اوراق تثبت ان هو راجل خريج طب. خلال هذه الفترة طبعا تم تحرير محضره، وطبعا تم حبسه 4 أيام 15 يوم لحين وحين الى محكمة جنايات كفر الشيخ. طبعا حضرتك قلت تفضلت في بداية الحلقة وان هو محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الاولى برئاسة المستشار بهائي الدين المري اصدر قراره في ايداعه مستشفى الامراض العقلية بالعباسية لحين يعني لبيان مدى ادراكه القوى العقليه وقت اتخاذ الجريمه او وقت ارتكاب هذه الجريمه. طب يعني من خلال عملك الصحفي استاذ اسلام في كفر الشيخ، هل قابلت حد كان بيتعالج عند هذا الطبيب المزيف؟ استاذ عمرو، سؤال جميل جدا حضرتك طرحته. انا يعني طبعا هدفنا احنا ننقل الصوره من خلال طبعا بعد قرار محكمه جنايات كفر الشيخ، خلال طبعا التواصل مع مصادر من مسقط راس هذا الطبيب المزيف في قريه ابو طبل تبع مركز كفر الشيخ، تبين ان يعني طبعا في مفاجات او معلومات جمعتها يعني بمنتهى الحياديه بعيده عن اي حاجه خالص. طبعا المعلومات اللي انا جمعتها يعني تعكس مدى يعني مدى ارتكاب هذا الرجل للجريمه. يعني عايز اقول لحضرتك يعني هناك الناس في قريه ابو طبل طبعا مظلومه من اللي حصل ده. يعني الناس مش مصدقه لحد النهارده ان الدكتور حسام عيسى او الدكتور حسام اللي هو ابن يعني ينتمي لاسره مرموقه والاسره محترمه جدا، صوته حلو بين الناس، له تعامل مخصوص مع الناس في منتهى الاحترام، فتح حياته مخصوص للغير قادرين. طبعا يعني في بعض الناس مثلا يعني اسر بسيطه، طبعا يعني تكاليف العلاج مش اللي هي يعني تقدر تعالج نفسها، كان بيتعامل معاهم باجر رمزي، حاجات كتيره جدا معناها من خلال هذا الرجل. طبعا يعني علاوه على ذلك الاسره ذات نفسها التي ينتمي لها، طبعا اسره يعني زي ما حضرتك اسره متدينه ومحترمه جدا، لها يعني تتمتع بحب كبير جدا بين اهل القريه. حضرتك النهارده لما يعني من كتر يعني محبه الناس ليهم نفس جيرانهم في 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 قريه ابو طبل، لما حاولت يعني اذكر مصدر عشان اعرف مثلا اقول الراجل ده يعني الراجل ده يقول حقيقه تمام يعني مثلا اسم معين يعني يقول حقيقه هذا الرجل يعني، فالناس كلها كانت بتقول يعني ارجو ان اسمه ما يتذكرش، ارجو ان اسمه ما يتذكرش. طب ليه؟ قال لك عشان خاطر الناس دي هم الناس جيران وناس محترمين جدا واحنا بنحترمهم، الناس كلها موجوده في صدمه. حضرتك كمان يا استاذ عمرو، من ضمن المفاجات ان الراجل ده كان متفوق دراسيا وطلع من الاول في الثانويه العامه. هو ما كملش طب، قاعد لغايه سنه ثانيه مش كده؟ لحد سنه ثانيه. هو بس في سؤال هنا يا استاذ عمرو، لحد النهارده فعلا بنبحث عن اجابه وما زلنا نبحث ليه عن اجابه. يعني زي ما قلت لحضرتك الراجل ده لغزه محير جدا جدا اللي هو هذا الطبيب. حضرتك دلوقتي الراجل ده ليه سمعه محترمه جدا وعيادته كان الناس كنت يعني الناس كلها بتوصفها. حضرتك انا نزلت يعني من خلال جمع المعلومات برضه حوالين في المنطقه اللي هي منطقه حي سخا اللي فيها العياده بتاعته، لقيت في ناس بعض الناس هناك يعني الناس برضه مستغربه زي اهالي مسقط راسه مستغربه يعني ازاي الراجل ده كانت عيادته كلها عباره عن خليه نحل. يعني حضرتك يا استاذ عمرو لما جيت هناك انا بسال يعني الراجل ده هل فعلا كان في اطباء يعني ايه مرضى عنده
طب حد كان اشتكى منه يا جماعه؟ يعني الراجل ده يعني ايه كان بيقول ان العلاج بتاعه مش يعني مش جاي عليه، العلاج بتاعه مثلا يعني ايه يعني اضر مثلا مرضى او حاجه زي كده. لقيت الاجابه عكس ذلك خالص يا استاذ عمرو، لقيت الناس هناك بتقول لك عيادته كان خليه نحل، ما فيش، كان بيعالج 31 مرض يعني ايه 31 مرض. يعني اسئله عديده يا استاذ اسلام، يعني تبقى يعني اجابتها رهن التحقيق. احنا بنؤكد ان هذا الرجل يعني المتهم بممارسه الطب بدون وجه حق، يعني هو قيد دلوقتي الإجراءات القضائية وهو متهم إلى أن تثبت إدانته. لكن طبعا الموضوع مش أول مرة، يعني الجهات المعنية بتكشف أنه أحد المواطنين بيمارس الطب بدون وجه حق. أنا بشكر الأستاذ إسلام عمار مراسل مصراوي في محافظة كفر الشيخ، ومعايا الأستاذ أحمد علي. الأستاذ أحمد علي من ضمن الناس اللي تعاملوا مع هذا الطبيب. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء النور أستاذ عمرو، أخبارك؟ أهلا بحضرتك، أنت بتكلمنا من فين؟ من الإمارات؟ أنا كنت من الإمارات إن شاء الله. طيب، أستاذ أحمد أنت زرت عيادة الطبيب ده؟ فعلا، انا كانت والدتي كان جالها العصب السابع، وانا كنت عرفت ونزلت مباشر. فانت طبعا عارف بحكم ان احنا في بلد يعني ارياف وكده، وكميه الاعلانات اللي المدعي اللي هو اسمه حسام عيسى عاملها على جدران البيوت وعلى الشوارع والافطار وبتاع، ان هو دكتور مخ واعصاب يعني. فانت بالنسبه لنا احنا بيكون دكتور نجاة مستعجلين به يعني اللي احنا بنحبه يعني. فالوالد كان خدها وراح وكده، وانا لما نزلت قلت اخدها وراح اطمن اشوف ايه اللي عندها، لان بدا حالتها تتعب تزيد اكتر يعني. فيعني حتى لما انا رحت له العياده اسلوبه كان يعني متكبر على يعني كلام متناقض لبعضه، انت فاهم على ازعم؟ يعني يقول لي اهم حاجه الراحه النفسيه للحاجه ومش عارف ايه، وحب لجوته بيقول لي ده الحاج السكر بتاعها عالي جدا. يعني والحاجه لسه موجوده، فالحاجه انصدمت يعني خدت التعب غير التعب اللي هو معاه. فقلت له يا دكتور لا ممكن هي ما عندهاش سكر ولا حاجه، بحيث اللي هو يسكت يعني. فاصر على اللي هو فيه، فلما اخذت الحاجه من عنده ومشيت طبعا يعني شديت معاه، اتكلمت معاه بطريقه مش كويسه بصراحه يعني. وقلت له انت ازاي يا دكتور، انت المفروض تتعالج، انت بتعالج ناس نفسيين وبتتعب الناس، انت المفروض تتعالج. فاخذت الحاجه ومشيت طبعا، دورت على دكتور كويس انا يعني، ورحت لدكتور كويس يعني مشهور. فرحت قال لي يا ابني السكر ده الكورتيزون، الدكتور مداه كميه كورتيزون يعني لو كملته للاخر تخلص عليها. السكر حضرتك وصل ل 420 فاهمني، والحاجه اصلا ما بتشتكيش من اي اعراض سكر ولا اي شيء. فالمهم الدكتور لغى العلاج واداها علاج ثاني، واداها علاج للسكر عشان تعوض كميه الكورتيزون اللي هي اخذتها ديت. وحتى طريقه كشفه يا استاذ عمرو والله انا ما بقولش ان انا يعني احنا بلديات برضو، انا يعني انا صعبان عليا اهله، صعبان عليا المكان يعني، طريقه كشفه حتى مستفزه انت فاهمني يعني. الدكتور انا رحت له كشف على الوالده من غير ما يقفن على الكرسي، ده طريقه كشفه يعني كان في ازمه كبيره موجوده انت فاهمني. فانا لما مشيت ورحنا كشفنا لقينا الوضع يعني العصب السابع علاجه بسيط، ثلاث اصناف علاج او اربعه تقريبا ما زادش عن كده يعني. الحمد لله انتوا لحقتوا الحاجه قبل ما يعني لحقناها، لان انا كشف انا هي اخذت العلاج ثلاث ايام. ايوه كويس ان حضرتك يعني تصرفت كده يعني. لكن والله في نفس الوقت يعني بعض المواقع دلوقتي بتنشر يعني حوارات مع اهالي كفر الشيخ او بعض اهالي كفر الشيخ اللي ترددوا على هذه العياده، والبعض بيقول لك يعني خفينا على علاجه مش عارف يعني. عموما انا بشكرك والحمد لله الحمد لله على سلامه الحاجه الاستاذ احمد علي، شكرا جزيلا. الموضوع بين يدي أو أيدي الجهات المعنية. نروح لخبر مفرح، أبطالنا في الألعاب الفردية، ألعاب القوى، الكاراتيه، الجودو، بيحققوا ميداليات في بعض المحافل الدولية، شيء رائع جدا. فيه عندنا منتخب مصر الناشئين لألعاب القوى حقق 17 ميدالية متنوعة في البطولة العربية اللي أقيمت في تونس. عندنا 10 ميداليات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا. وعندنا أيضا في الجودو بعض الأبطال، الكابتن رمضان درويش فاز ببطولة أو بذهبية بطولة الجائزة الكبرى، هو معايا من هولندا، من هولندا الكابتن رمضان درويش. كابتن رمضان مساء الخير.
مساء النور زي حضرتك. اهلا بحضرتك، الف مبروك اولا فوزك بالميداليه الذهبيه في هذه البطوله، البطوله اللي اقيمت في كندا، وانت دلوقتي راجع من كندا وبتعمل ترانزيت في هولندا كده الشباب قالوا لي، مش كده؟ ايوه تمام كله تمام. قول لي كلمني عن هذه البطوله كابتن رمضان. ازي حضرتك يا استاذ عمرو؟ الله يخليك، احنا متشكرين جدا على المداخله الجميله دي. ده احنا اللي متشكرين وفخورين بيك والله يا كابتن رمضان. ربنا يخلي حضرتك. البطوله دي كانت بالنسبه لي مهمه جدا، لانها كان التصنيف بتاعي بدا يتاخر الفتره اللي فاتت، كان عندي اصابه، وكانت في اربع بطولات ما لعبتهمش من خلال الشهرين اللي فاتوا، فطبعا طبيعي اتاخرت على التصنيف، فكانت بالنسبه لي مهمه جدا ان اترجع التصنيف بتاعي قبل بطوله العالم اللي جايه. فبدات رحت معسكر قبلها في كرواتيا، قعدت 10 ايام، وبعد كده رحت معسكر في هولندا، وبعد كده رحتها بعد فتره كبيره يعني كنت غايب، والحمد لله ربنا اراد يعني ان انا جبت الميداليه الذهبيه. وكانت ماتشات طبعا صعبه، كان اول ماتش الامريكي، بعد كده لعبت تاني ماتش الكندي رقم واحد، بعد كده لعبت البرازيلي، ولعبت في الفاينل الكندي التاني اللي هو من اصل مصري، والحمد لله كانت بطوله موفقه، وكان كل اللعيبه مصنفين عالميا اللي كانوا موجودين فيها يعني. الحمد لله، يعني انجاز كبير، والحمد لله انه يعني رجع تصنيفك. احنا طبعا في انتظار اولمبياد طوكيو 2020، يا ترى ايه الامال وايه الطموحات وايه الاستعدادات يا كابتن رمضان؟ ان شاء الله، وانا هدفي هي طوكيو، يعني الواحد بيلعب جود دلوقتي بسبب ان هو نفسه يجيب ميداليه اولمبيه، والهدف الاساسي هو طوكيو، ويعني ان شاء الله ماشيين في خطه كويسه ومخططين كويس، ومنتظرين توفيق ربنا بقى ودعوات الشعب المصري الجميل، وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل التمنيات الطيبه ليك يا كابتن رمضان درويش، ولكل امثالك من ابطال الالعاب الفرديه، ان تحققوا لنا ما عجز الاخرون عن تحقيقه، ومش هتكلم اكتر من كده. انا الف مبروك، وسعيد جدا ان انا بتكلم معاك، انت فخر لينا. الكابتن رمضان درويش بطلنا في الجودو، اللي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويحقق لنا ميداليه اولمبيه في اولمبياد طوكيو 2020 باذن الله. خلونا نشوف كده قبل ما نروح فاصل بعض الصور من المناطق الاثريه اللي بيزوروها زوار مصر وضيوف مصر. امبارح كان رئيس وزراء تنزانيا كان موجود في بعض المزارات السياحيه في القاهره، النهارده كان رئيس مدغشقر كان عند الاهرامات، اهو دي صوره دلوقتي، صوره رئيس مدغشقر كان هو واسرته بيزوروا الاهرامات، وكانوا سعداء جدا بهذه الزياره، وبيلتقطوا الصور التذكاريه جنب او امام ابو الهول وامام الهرم، وشكلهم كان سعيد جدا انهم بيزوروا هذه المزارات وهذه الاثار. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم، ايضا رئيس وزراء تنزانيا كان امبارح في المنطقه، اهو زي ما حضراتكم شايفين زار المنطقة. وطبعا هذه الصور يعني بتقول كتير، ليها أكتر من مغزى، الأمن والأمان والحرية الكاملة في التجوال من قبل هؤلاء المسؤولين الكبار، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، يعني بسم الله ما شاء الله. هذه الصور بتتكرر كل فترة والتانية، يمكن احنا عملنا احصائية عن الفترة الماضية اهو مثلا ميلانا ترامب كانت اخر حد زار الهرم، زوجة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اكتوبر 2018، قبلها كان الممثل العالمي ويل سميث في مارس 2017، ومورغان فريدمان في 2015، يعني بسم الله ما شاء الله شخصيات عديدة جدا ومشاهير بيزوروا مصر في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس
مش بس حبهم للحضارة والأثار المصرية، ولكن إيمانهم بأنه هنا في أمن وأمان ومفيش ما يعكر صفو هذه زيارات ميسي طبعا أمام الهرم. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تفتح أبوابها للشباب الأفريقي بجنسياتهم المختلفة ليكونوا جنبا إلى جنب مع زملائهم المصريين. تفاصيل بعد الفاصل. قوة إصلاح المستقبل وتغييره يجتمعون معا في إحدى الورش التدريبية في البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب إفريقيا للقيادة، فكرة انطلقت كجزء من تنفيذ إحدى توصيات منتدى الشباب العالمي لعام 2018، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لتطوير وتمكين جيل من الشباب الإفريقي المستنير والقادر على القيادة. القيادة في الحتة دي في المنطقة دي بالذات محتاجة شوية أسس علمية، فبنتكلم معاهم في إجراءات وخطوات ومراحل محددة للوصول لقيادة فعالة بأبسط الموارد مع تعظيم وجود الإنسان في المنطقة بتاعته. دي من أهم العوامل اللي نتكلم فيها في الذكاء العاطفي. بصراحة هنا عاملين أقصى جهدهم عشان يدونا علم، وخصوصا في مجال الليدرشيب في المجالات اللي هي ناقصانا كشباب أفريقي. طبعا هي كانت بصراحة مبادرة كويسة جدا من سيادة الرئيس عشان نقدر نطور الشباب الأفريقي عشان يقدروا يغيروا قررتهم، وفعلا الناس هنا كلها آرائها كلها إيجابية حول الموضوع ده، ومبسوطين جدا من التنظيم العالي من الكورسات المميزه بصراحه اللي بتديها لنا. الناس هنا كلهم بيعملوا اقصى جهدهم. ورش ومحاضرات ضمن انشطه البرنامج الذي يهدف الى تنميه قدرات 100 شاب وشابه من القاره السمراء لمده 5 أسابيع بجدول غني يركز على معرفتهم التي سوف تدفعهم إلى مواجهة التحديات بشكل عملي والتفكير بموضوعية لكي يصبحوا قادة ناجحين. It's been a lot of interpersonal interactions between me. لقد كان هناك الكثير من التفاعل بيني وبين زملائي، ولقد مررنا بالعديد من النشاطات هنا في الأكاديمية. لقد استمتعت كثيرا وأشعر بأن عقلي قد تجدد بسبب إضافة المعرفة الجديدة. البرنامج في ذاته هو تحد. القدوم إلى القاهرة لأول دفعة في هذا البرنامج ساعدنا على اكتشاف أمور كثيرة ولقد فاق كل توقعاتنا. تهدف هذه الورشة التدريبية إلى جمع الشباب الإفريقي تحت مظلة واحدة ضمن رؤية للتمكين الشباب لبدء رحلتهم القيادية الإيجابية والتي ستثمر عن مستقبل إفريقي أكثر إشراقا. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما شفنا في التقرير تجربة رائدة هي تجميع لشباب من دول شقيقة أفريقية في البرنامج الرئاسي لتأهيل هؤلاء في برنامج تدريبي واحد جنبا إلى جنب مع نظرائهم المصريين. زي ما سمعتم في التقرير إنه هذه الفكرة طرحت في مؤتمر الشباب الدولي اللي كان في شرم الشيخ، وتنفيذا لمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي في هذه الفقرة أني أستضيف مجموعة من ضيوفنا. أولا أستاذ عبد الهادي النقيب يوسف من تشاد، أهلا بك عبد الهادي. أهلا بك. شروق حسن من السودان، أهلا بك يا شروق. أهلا وسهلا، مساء الخير. شماء محمد من مصر، أهلا بك يا شماء. والأستاذة سارة ياقوت مديرة قسم التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب. أستاذة سارة مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. طيب أبدأ مع حضرتك، يعني إيه هي فكرة البرنامج الرئاسي لتدريب شباب من دول أفريقية شقيقة؟ هي الفكرة إنه الأكاديمية الوطنية للتدريب الدور بتاعها إن هي تبقى هب أو تبقى نقطة تلاقي
بين كل الشباب سواء شباب الوطن العربي أو شباب القارة الإفريقية. إحنا بنعمل على إن إحنا ننمي ونطور رأس المال البشري اللي هو أغلى وأهم حاجة في أي بلد. الثروة البشرية. بالضبط. فالهدف من البرنامج إن إحنا نجمع شباب إفريقي على مختلف المعتقدات بتاعتهم، على مختلف الانتماءات، اللغات، الباك جراوند، الإدوكيشنال باك جراوند، الخبرة العملية. إحنا الباتش ده هيبقى فيه 100 شاب إفريقي من 29 دولة. طبعا ان هم يحتكوا مع بعض، ان هم يبتدي ان احنا نعرض عليهم مجالات من المعرفه، نعرض عليهم مهارات جديده عليهم سواء مهارات شخصيه او مهارات قياديه او مجالات معرفيه هامه لازم يبقى عارفها لو هو هيبقى بزنس مان او هو هيبقى قائد في اي مؤسسه في بلده. وكمان بنديلهم جلسات للتوعية بالتكنولوجيا الحديثة، emerging technologies، يعني ايه اقتصاد اخضر، يعني ايه سياحة مستدامة، يعني ايه سياحة خضراء، يعني ايه تنمية مستدامة، يعني ايه الخطط، ايه الفيجنز بتاعت الدول. ده كله في قد ايه وقت؟ كل ده في مدة 6 أسابيع. 6 أسابيع كورس مكثف او برنامج مكثف. بالظبط. والـ6 أسابيع دول بيتخللهم بقى حاجات تانية، أنشطة تانية ترفيهية. جميل. يعني بيخرجوا بيروحوا يزوروا البلد، بيتعرفوا على مصر، بيشوفوا بقى أماكن سياحية وأماكن أثرية. جميل جدا. طيب عبد الهادي من تشاد، عبد الهادي سمعت عن البرنامج ده ازاي؟ أنا كنت في المنتدى شباب العالم اللي كان السنة اللي فاتت على شرم الشيخ، وفي خلال المؤتمر اتعرفت على كذا شباب من أنحاء العالم، وعن خلال الجروب الواتساب اللي احنا كنا متواصلة فيه والابليكيشن قال لي اللينك بتاع البرنامج، فأنا حتى لو في الاختتام لما السيد الرئيس السيسي كلم عن البرنامج كنت متفائل جدا، عشان يعني كان من أهم البرنامج لي، وخلاص قدمت فيها والحمد لله اتقبلت. جميل جدا. طيب اولا تخصصك ايه انت؟ يعني خلصت كليه ولا ما زلت؟ انا معايا ليسنس هندسه معماريه اركيتكتشر. مهندس يعني دلوقتي؟ لا، بس بعد الهندسه حسيت ان انا كنت مرتاح جدا في البيزنس، عشان والدتي الحمد لله بتشتغل بزنس وومن، وانا دلوقتي فتحت الشركه بتاعتي اسمها الشادو. انت بتعمل اعلان دلوقتي. شركه استضاءات وتصدير. ايوه. والحمد لله في المجتمع الاجتماعي اسست منظمه للاتحاد الشباب المتطوعين لبناء السلام في تشاد. كويس جدا. اول مره تزور مصر؟ لا، ده انا مصري كده. يعني سابع مره وثامن مره ازور فيها مصر. بسم الله ما شاء الله. يعني لا، انت مصري كده. الحمد لله. شروق طبعا يعني زي ما عبد الهادي بلد ومصر، انت طبعا بلدك مصر، اشقائنا فيها السودان. ايضا كان طريقك لهذا البرنامج زي عبد الهادي ولا مختلف؟ والله مختلف شويه. انا اصلا عامله فيلو للورد يوث فورم في الفيسبوك، فكان في اناونس وفي اعلان عن انه في برنامج اسمه اي بي ال بي، وحيكون فيرست باتش، وحيكون مخصص فقط لجميع شباب افريقيا، لانه احنا بنشارك تشالنج واحد، مشكله واحده، تحديات واحده. فانا كنت انترست شديد في البرنامج، لانه كنا طبعا في بلدي ومرينا بظروف صعبه وكذا، فكان بالنسبه لي فرصه انه انا ارجع لبلدي واعمل تغيير. يعني فالتدريب ده بالنسبه لي النقطه التغيير في حياتي صراحه. طب مجال عملك؟ انا اصلا خريجه من كمبيوتر ساينس، عندي بكالوريوس، وشغاله في شركه اتصالات سوداتيل. طيب ليه عملتي لايك او تابعتي صفحه المنتدى؟ لانه واحد من اصحابي كان اشترك في الورد يوث فورم، فوراني انه حاجه مذهله يعني، كان شيء رهيب، فكنت انترست يعني في الموضوع. ذاتس واي انا عملت فيلو للصفحه. جميل. في الفيسبوك.
وشفتي انك عملتي فولو فجيتي في البرنامج التدريب. طيب شيماء، طبعا الوضع مختلف شويه لانك انت اكيد يعني عندك معلومات اكتر عن البرنامج عن الاكاديميه باعتبار الاكاديميه في مصر هنا. طبعا انا كنت متابعه قرار سياده الرئيس من 2017 لما امر بقرار جمهوري بانشاء الاكاديميه الوطنيه، جه بعدها كان من احدى توصيات منتدى شباب العالم السنه اللي فاتت بانشاء البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب الافريقي. طبعا متابعه دايما الصفحات على الفيسبوك واللينك بتاع الاكاديميه، بمجرد ما اعلنوا عن البرنامج دخلت وقدمت على اللينك بتاعهم وابتدينا ان احنا نتابع الخطوات ستيب باي ستيب لحد ما الحمد لله حصل اكسبتد ودخلنا البرنامج. جميل. في البرنامج ده يعني مصريين تشاديين من 29 دوله، من 29 دوله كلكم يعني بتكونوا في مكان واحد او مثلا في سيشن واحده ولا؟ هو احنا كلنا مقيمين في مكان واحد بس السيشن بتبقى مقسمين لتو جروب، كل جروب بنبقى 50، احنا 100 نفر. طبعا طريقه المحاضرات بنبقى يعني انا قاعده في مكان، مش مجرد معايا ان انا حد من دوله واحده، انا معايا اصدقاء ليا من 29 دوله. بنبتدي ان احنا نفكر بطريقه مختلفه، بنتعرف على ثقافات اكتر، بنواجه التحديات اللي في بلادنا عن طريق كل واحد بيعرض الفكره بتاعته لحد ما نطلع بخلاصه او فكره او تحدي يعني توصيه لحل المشكله دي. فطبعا ده شيء بيبقى مصري لثقافتنا جدا يعني. جميل. طب نتعرف من الاستاذه ساره على يعني تفاصيل اكتر عن البرنامج، يعني حضرتك اديتينا خطوط عريضه، يعني اليوم بيبتدي ازاي؟ هو البرنامج انا اكدت على الموضوع ده في كذا حاجه واحنا كلنا بناكد في الاكاديميه الوطنيه، هو مش برنامج تقليدي او نمطي في التدريب، مش سبون فيدنج، مش بندي مش بنلست كده معارف او بنلست تولز وهي دي المستخدمه اند ذاتس ات، لا احنا بنحاول ان احنا نعيشهم في خبره في اكسبيرينس في حاله، بحيث ان هو لما يرجع بلده مش هيقدر ابدا ان هو ينسى الحاله دي. يعني هم 6 أسابيع حقيقي بس مؤثرين، انت مش بتخاطب بس العقل، انت بتخاطب الوجدان كمان، فانت بتحاول تقرب له، تقرب المسافات، بتحاول تديله اكزامبلز ريل لايف اكزامبلز او حاجات من الخبرات والواقع بتاع الحياه، بتحاول تبني على خبراته هو الشخصيه وخبراته العمليه. يعني انتوا بتراعوا في تقسيم المجموعات الخبرات السابقه للمتدرب؟ اقدر اقول لحد كبير، بس هم الخبرات متنوعه جدا. فحتى اول يوم في الاورينتيشن اكدنا عليهم انه حتى لو انت بتحضر سيشن وعارف ان التوبيك ده عدى عليك قبل كده وانت بتشتغل فيه اوريدي، انت وذين السيشن ده هتبقى بتساعد، هتبقى فاسيليتيتر، وفي السيشنز الثانيه هتبقى متلقي، فانت دورك مره اكتر ومره متلقي. فدايما بيبقى في حته الانجيجمنت، دايما بيبقى في حته الانتر اكشن، في مثلا سيميوليشنز، في فيلد تريبس، في جروب اكتيفيتيز، في رول بلاينج، فده كل الحاجات دي بتخلي المتدرب مش قاعد بس بيتلقى، لا هو كمان بيشارك في العمليه التدريبيه وبيعمل لها انهانسمنت، والترينر بيبقى الكونتريبيوشن بتاعه او المشاركه بتاعته بنسبه ممكن نقول 60% او 40%، الباقي كله بيبقى على المتدرب، بنخرج منه بقى المعلومات والقصص الحياتيه والخبرات العمليه والباك جراوند انفورميشن بتاعته من الدراسه بتاعته كمان. جميل جدا. عبد الهادي، لغايه الان استفدت ايه؟ ما هي الاستفاده؟ بمسافة أكبر كبير، بس إن إحنا داخلين لتاني الأسبوع من التدريب وأنا خلاص بقيت أحس إن أنا أديت خطوة في حياتي العملية. واتعرفت على ناس كتير والبرنامج وفي توبكس كتير إحنا أدينا عليهم، ودي حاجة إحنا بنعيشها فعلا ويعني عايزينها في حياتنا. طب ايه التوبكس او ايه الموضوعات اللي انت حابب انه يعني تتطور فيها من خلال البرنامج ده؟ كليدرز يعني احنا مثلا عندنا توبكس النقاش النيجوشيشن سكيلز، وعندنا الليدرشيب سكيلز، وانا يعني فيوتشر رجل اعمال، ده انا يعني دي حاجه انا عايزها في حياتي وعايز اتدرب فيها، عشان ممكن انا ممكن اكون سفير لابلاغ الناس اللي ما لقيتش تشارك في الحاجات دي. وانا دلوقتي مع الناس اللي انا لقيتهم في البرنامج وكده يعني بنغير
ايديا في السيشنز وكده، وحاجه يعني مفيده جدا جدا في الحياه الاجتماعيه او انا عجباني لهجتك المصريه. شكرا. بيقول الجيم. طيب طب اللغه العربيه عندكم في تشاد طبعا موجوده كلغه رسميه، لكن اللغه الرسميه الفرنسي والعربي. الفرنسي والعربي بس معظم الشعب بيتكلم عربي، معظم الشعب بيتكلم عربي، واحنا عندنا برضو العربي الدارجي اللي بنتكلم في تشاد. نعم الدارجي يعني اللي العربي التشادي، اللغه العاميه يعني او اللهجه العاميه اصلا. طب جميل جدا، يعني الواحد لما يجي تشاد ما يشيلش هم اللي احنا ما اعرفش فرنسي ان شاء الله. شروق ايضا يعني ايه الهدف التارجت بتاعك اللي انت من خلاله عايزه يعني من خلال اشتراكك في هذا البرنامج عايزه تحققيه؟ والله عندي اهداف كثيره، لكن اهم هدف عندي في بلدي عندي هوملس كتار يعني الاطفال الشوارع. اطفال الشوارع بالبرنامج ده انا هاخد الالهام انه انا كيف ابدا اعمل فاونديشن، كيف ابدا اعمل منظمه احتويهم، وكيف اديهم امل انه ممكن يعيشوا ممكن نستفيد منهم في حياتنا هناك في السودان. ده من هدفي. عندي هدف ثاني انه كيف اقوي من شخصي الليدرشيب السكيلز حقتي. في حاجات كثيره تعرفت عليها من خلال برنامج البودي لانجويج، انا ما كنت عارفه الحياه دي قبل كده. فبرضو النيجوشيشن سكيلز عموما رغم ده الاسبوع الثاني لسه يعني لسه كان كان بصراحه اسبوع غني جدا بالمواضيع والتوبكس. في حاجه ثانيه ليله يعني استفدت منها كثير كان البزنس العالمي ماشي كيف. فكان بالنسبة لي حياة أول مرة أعرفها، وبالنسبة لي حياة إنه وردني أويرنس إنه إحنا أفريقيا المتأخرين شوية، يعني جاء الوقت إنه إحنا خلاص المفروض ستوب هنا، المفروض نبدأ نبني أفريقيا عشان تبقى أحسن قارة في العالم، وما نكون أولي كونسيومر بعدها، يعني ما نكون مستهلكين بعدها، خلاص نبدأ نصنع، نبدأ نصنع منتجين. إن شاء الله. إن شاء الله صحيح إن شاء الله. شيماء دراستك إيه أصلاً؟ أنا خريجة آداب تاريخ، بس أنا عاملة شفت كارير وعملت دبلومة دراسات عليا في الـ Human Resources، وحاليا أنا شغالة سبيشاليست Human Resources. جميل جدا. طيب برضو نفس السؤال اللي أنا سألته لشروق، يعني هدفك إيه من هذا البرنامج؟ إن إحنا كليدرز مفروض يبقى عندنا مهارات مختلفة، نكون مثقين في نفسنا أكتر، فكرنا مختلف، بنفكر دايما out of box، بنبص على الموضوع المشكلة مش بالنظرة التقليدية، لا إحنا عايزين نوجد لها حلول واقعية. بتوقع ان انا بعد ما اخرج من البرنامج ان شاء الله اكون سفيره درست في الاكاديميه او في البرنامج الرئاسي، ازاي اكون عنصر فعال في بيئه الشغل اللي انا شغاله فيها، ازاي اقدر اساعد اللي شغالين معايا ان هم يكونوا مؤثرين اكتر، ان هم يطوروا من شغلهم، نبقى في كونكتد ما بيننا اكتر، مش كل واحد شغال لوحده. البرنامج ده كان بالنسبه لك اول مره تحتكي بشباب من دول افريقيه شقيقه؟ طبعا طبعا، هي يعني حاجه ممتعه جدا، استنترستد جدا، خصوصا ان احنا مش عايشين دراسه اكاديميه بس، احنا يعني يعتبر عايشين نموذج معيشه كامل، احنا مقيمين مع بعض في مكان واحد، بنروح الصبح الاكاديميه، بنرجع بنقضي بقيه اليوم مع بعض كاصدقاء، عندنا في الويك اند بيبقى عندنا جدول سياحي، مثلا الجمعه والسبت اللي فاتوا رحنا الاهرامات وحضرنا الصوت والضوء مع بعض، تاني يوم رحنا المتحف المصري ومسجد السلطان حسن. فالعلاقه اللي ما بيننا بتبقى صداقه اكتر من هيك دراسه اكاديميه بس، يعني في بيننا مختلف الانشطه. جميل جدا. استاذه ساره، طب العدد قد ايه من الدول الافريقيه؟ 29 دوله مشاركه. لا العدد، عدد المتدربين او عدد 100 اول ان اول 100 تم اختيارهم ازاي؟ يعني عبد الهادي شروق قدموا بالاونلاين مثلا؟ كان اختيار بسيط وسهل وكان فيري اوبجكتيف، موضوعي جدا، ما فيش اي نوع من البايس لاي حاجه ولا لاي دوله ولا لاي لغه. الفكره كلها بمنتهى البساطه، انا بدور على شاب، ايه صفاته؟ بدور على شاب عنده باشن ان هو يتعلم، عايز يتعلم، عنده رغبه حقيقيه في ان هو يتعلم، وحد فعال في المجتمع بتاعه، فممكن يكون هو بيقوم ب CSR activities، community service activities، ممكن يكون بيعمل اي اعمال تطوعيه اخرى، حد بيعرف ينظم وقته، يعني ممكن يكون. طب ده بتعرفه ازاي؟ كل الكلام ده اسئله موجوده في البروفايل سالناها. انت هوايتك ايه؟
بتحب مثلا تمارس هوايه رياضه، بتعزف اله، بتغني، وات ايفر الهوايه، والهوايه دي بتمارسها بشكل از ان اماتور ولا انت بتمارسها كمان بشكل احترافي؟ بتشترك مثلا في تورنمنتس لو فوتبول، بالكونسرتس لو ميوزك. طيب انت حابب تدخل برنامج ليه؟ ايه الاهداف بتاعتك من وراء ان انت تدخل برنامج وتكمل 6 اسابيع؟ بعد البرنامج متخيل ده هيغير حياتك ازاي؟ هتأثر ازاي في المجتمع بتاعك؟ هتأثر ازاي في الاورجنايزيشن اللي انت بتشتغل فيها او في الجامعه لو انت لسه ستودنت، لان هم من 18 ل 30 سنه فالايج جروب او الجاب كبيره قوي. في ناس عندها اكسبيرينس مثلا 10 years وفي ناس لسه فريش جراد. اللي دول نسبتهم قد ايه اللي هم مثلا 18 19؟ مش نسبه كبيره، نسبه يعني بس صغير موجودين. بس موجودين. وبعدين اخر حاجه بقى حبينا نحط، دايما بتحب تحط فيس فور ذا بروفايل، يعني احنا تعرفنا على بعض الكترونيكلي، انت حطيت البروفايل بتاعك كله واحنا شفناه وقريناه، انت عايز تشوفنا واحنا نفسنا نشوفك. فعملنا سكايب انترفيو فيرتشوال ميتنج وعرفناهم بنفسنا، عرفناهم بالناس المقيمين على البرنامج سواء التريننج لوجيستكس تيم او الكونتنت ديفلوبمنت تيم او بقيه التيمز كلها. احنا عندنا شباب كبير جدا، يعني مجموعه كبيره جدا من كمان كانوا موجودين في مكانهم في وقت من الاوقات لانهم حضروا البريزيدنشال ليدرشيب بروجرام او البي ال بي، نسبه كبيره منهم خريجين البي ال بي. وابتدينا ان احنا نعمل السكايب انترفيوز ونتبادل اراء ونتناقش بقى في البروفايل. طب انت قلت لي انت بتعزف كذا، طب انت قلت لي انت تطوعت في كذا، طب عملت ايه، طب ايه الاوبستكلز اللي واجهتك، طب تغلبت عليها ازاي. فابتدينا ان احنا نقصر المسافات بيننا وبين بعض اكتر. وفي الاخر بعد كذا شورت ليستنج وكذا سكريننج كم قدموا؟ لا العدد كان كبير قوي، مش قادره احصره بصراحه. يعني من كتره لا مش قادره احصره، لانه عشان بسال لانه اكيد المهمه كانت صعبه انك عدد كبير جدا تختاري منه 100 بالظبط. يعني بس طالما في نظام اوبجكتيف، في سكورينج وفي ويتس محطوطه لكل بيلر من البيلرز اللي احنا بنعمل سكريننج عليها، فما فيش يعني اي نوع من ال 100 دول هم النخبه يعني بالظبط. معانا ناس بالظبط بالظبط. وحاولنا ان نعمل مساواه بين الاناث والذكور، يبقى في نسب متساويه تو ان اكستنت. حاولنا ندي برسنتج للسبيشال نيدز اف بوسيبل، ان احنا ندي فرصه انه لو في حد عنده فيزيكال بروبلم او حاجه يقدر برضو ان هو يشارك، مش هتعوقه ان هو يكمل العمليه التدريبيه. جميل جدا. عبد الهادي اخيرا زرتوا ايه في مصر؟ زي ما قالت شيرين الاهرامات والمتحف. الاهرامات والمتحف، بس انت اكيد من الزيارات السابقه في اماكن معينه بتحب انك تزورها صح؟ بس انا كنت زرت المتحف قبل كده والاهرامات، بس مش الزياره ما كانتش مفيده زي الزياره، عشان في عندنا جوت ويعني كانوا بيقول لنا كل التفاصيل الحاجات دي وكانت مفيده جدا. وان شاء الله في البروجرام عندنا كل في كل اسبوع عندنا يعني حاجه اجتماعيه، وممكن ان شاء الله ان شاء الله نعملها ان شاء الله وعلى خير تعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شروق يعني اكيد زرت مصر قبل كده؟ لا لا دي اول مره بجد والله. بلغتي والله يعني. بقول لك اهو باللهجه السودانيه. لكن بصراحه من اول يوم جيت المطار ونزلت واستقبلوني فريق الان تي اي انا مذهوله صراحه من التنسيق والترتيب والتنظيم. انا قبل كده مشيت بروجرامز بالمناسبه، لكن زي ده انا صراحه ما لقيت يعني. ليه؟ لانه التنسيق والتنظيم والاستقبال وحفله الاستقبال. بتذكر لما وصلنا اول يوم لما الساعه 3 احنا محتفلين يعني انه جينا فاينلي ايجيبت وكذا. بصراحه فعلا مصر ام الدنيا. ربنا يخليك. الحمد لله يعني. اهلا بيك من ورا مصر. يديك العافيه. الله يخليك. شيماء يعني اكيد حياتك العمليه ما قبل البرنامج وما بعد البرنامج. لا طبعا هيبقى في اختلاف كبير جدا. انا واثقه ان انا زي ما دخلت مش زي ما هخرج. هيبقى في اسراء فكري اكتر، في معلومات اكتر، في طريقه تفكير مختلفه. طبعا بالاضافه ان انا هبقى كسبت صداقات يعني على مستوى 29 دوله في القاره، بيبقى عندنا اصدقاء من كل انحاء العالم، من كل انحاء القاره الافريقيه. ده هيبقى بالنسبه لنا احنا كسلاح يعني كقوه، ان احنا كلنا ايد واحده مع بعض، هدفنا واحد. احنا في الاخر هدفنا في البرنامج ايه؟ السلام وان احنا ننمي بلدنا. فطبعا ده شيء يعني انترستد جدا في البرنامج ان شاء الله. صحيح صحيح، باذن الله هيتحقق كل الاهداف. استاذه ساره اخيرا، هل يحق للشباب دول اللي شاركوا في هذا البرنامج انهم يقدموا على مشاركه او حضور منتدى شباب العالم اللي يكون في شرم الشيخ؟
هنبص انا الجزئيه دي بصراحه it doesn't fall under بس احنا نتمنى ان احنا نشوفها يعني طبعا احنا نتمنى طبعا ان احنا كل الناس اللي شاركت تبقى مشاركه معانا لانه خلاص احنا بقينا عيله يعني it's a family عايزه اقول لك يعني وخلاص يعني انا عايزه اقول لك ان الكوردينيتورز خدوا خطوتين لورا مش بيقوموا بدورهم خلاص انا حاسه ان هم ريحوا بقى واحنا عندنا احنا عندنا ال 100 ال 100 متدرب في منهم 15 او 18 مصري فهم دي ار اكتنج از امباسادورز يعني لقيت الناس بقى خلاص على الواتساب جروبس طب انا عندي مشكله طب انا ظهري بيوجعني طب عندك كذا طب في دكتور هنا يا جماعه مش عارفه يعني عارف خلاص بقى يعني هم مجتمع نتوركينج وسوشيالايزنج ودي ار شيرينج انفورميشن وفيري اكتف على على الجروبس وفيري اكتف في السيشنز وفيري اكتف في الفيلد تريبس فكم الاحتكاك والنشاط غير طبيعي جميل جدا والله يعني حاجة تشرف وحاجة يعني نتمنى أنها تتكرر محدش كان متوقع أن ده يحصل في مصر في يعني زي ما لما احنا بنتكلم بنقول إن كنا فين وبقينا فين الحمد لله على كل حال ده بيحصل تزامنا مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي 2019 من ساعة مؤتمر أسوان وحتى الآن والفعاليات لا تنتهي فيما يتعلق بالتوجه نحو قارتنا الأم قارة أفريقيا أنا بشكركم شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا وأهلا بكم في مصر ونتمنى نراكم في شرم الشيخ وفي كل المدن المصرية بإذن الله عبد الهادي النجيب يوسف من تشاد شروق حسن من السودان شمام محمد من مصر والأستاذة سارة ياقوت مديرة قسم التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب شكرا جزيلا شكرا بعد الفاصل هنتعرف على كيف تعيش المرأة السورية في مصر كيف تكتب قصص نجاحها في وطنهم الثاني مصر في رحاب مصر الطيبة المطمئنة وجوه سورية فرت من ظروف مرتبكة ومربكة فاختلطت بالشارع والتفاصيل والحياة في مصر وصارت جزءا منها وباتت مصر وطنهم ولا تزال الحمد لله العيشة كويسة وفي محبة على طول موجودة بين الشعبين أساسا كنا من زمان يعني دولة واحدة وشعب واحد ولا أجمل من كده والله الشعب المصري شعب كتير طيب والشعب السوري المصري شعب واحد ومصر حلوة كتير شعبها حلو كتير كمان ومصر أم الدنيا مصر هي بلدنا يعني احنا عايشين بين بلدنا وبين اهلنا وناسنا ونحن هون كلياتنا اخوه العرب اخوه بتعرف انت يعني اكيد نحن هون ابدا ما لنا حاسين حالنا غربة ابدا يعني هكذا بدا الامر حيث لا فرق بين مصري وسوري سوى كلمات في جواز السفر اما الثقافه والهويه فهي متقاربه للغايه في القاهره قصص ملهمة لسيدات سوريات لم تمنعهن ظروفهن الصعبة من التأقلم ورسم واقع جديد في مصر يعني أنا بكون ماشية بالشارع ما بعرف أي حدا الأخ المصري بيضرب لك تحية أو بيسلم عليك أنه أنت أهلين نورت بلدنا انفتت إيه ما كنت ماشية بالشارع فايت أشتري أي حاجة من السوبر ماركت ولا من المحل أهلا وسهلا نورتي وممكن يعمل لك تخفيض لأنه أنت نازلة أنه أنت سورية شرفتيني وأهلا وسهلا هلا أنا حسيت بالأمان بمصر صرت أحفظ قرآن عند ناس مصريين تعرفت على ستات مصريين بالأول بنفس العمارة أنا كنت ساكنة فيها هي أول خطوة بلشت فيها اندمج مع الشعب المصري نهلة كذلك لها مع مصر حكايات عديدة جاءت هنا قبل 7 أعوام لتبدأ مشروعا لصناعة الطعام وتوصيله توظف فيه شبابا وسيدات سوريين ومن جنسيات أخرى ومشروعي كان بال 2014 بس كان عندي فكرة أنه السيدات السوريات اللي موجودين هون من غير أزواجهم سواء أمهات أيتام أو عندهم أطفال وزوجهم معهم يقدروا يعملوا أي شيء يجيبوا فيه دخل للبيت ما يحتاجوا حدا في ستات كتير شي سافر يعني أنا العدد أفواج يعني بيجوني ناس بيتعلموا بيطلعوا في ناس سافروا لبرات مصر في ناس رجعوا على سوريا في ناس فتحوا مطابخ أصلاً بالدول الأوروبية اللي راحوا لها وهلأ تقريباً عندي العدد بالنسبة للطبخ
تقريبا بين 12 و16 على حسب الاحتياط. ما زالت حبال الود بين المصريين والسوريين ممدودة، تجعلها الأزمات أقوى وأكثر صدقا. وفي الواجهة المرأة السورية التي نسجت قصصا جديدة في سجل الروابط المشتركة بين الشعبين. ورحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. وزي ما شفنا في التقرير، قصص نجاح لسيدات وفتيات سوريات في مصر. الملمح السوري في الشارع المصري لا تخطئه العين، ملمح يحظى بقبول وبرضا من قبل الشعب المصري، لأنه زي ما دايما بنقول إن احنا والسوريين شعب واحد في بلدين. خلينا نشوف ونتعرف على تجارب ناجحة لبعض السيدات والفتيات السوريات في مصر. برحب بحضراتكم السيدة سمر الجراح، صاحبة مشروع للطبخ. أهلا بحضرتك يا أستاذة سمر. أهلا بيك. الأستاذة ميساء الشماع، صاحبة مؤسسة أهل الشام. أهلا بحضرتك يا أستاذة ميساء. وأنيسة محمد، طالبة بالثانوية العامة وناشطة وقائدة في مساعدة السيدات السوريات. أهلا بك يا أنيسة. أهلا بحضرتك. طيب نبدأ من الأستاذة سمر، يعني مشروع للطبخ. أولا جيتي مصر إمتى؟ شهر 6 2013. 2013، انت حافظه التاريخ بالظبط. يعني حوالي 6 سنين. ست سنين. ايه اللي اتغير في ال6 سنين دول بالنسبه لك انت؟ اتغير كتير. جينا بالبدايه على اساس جايين شوي ونرجع على بلدنا، فقعدنا اجتمعنا مع الناس المصريين، تعرفنا عليهم، ما في مجال نرجع للبلد، فعشنا واستمرت. طب يعني رحلتك لمصر كانت صعبه؟ لا، سهله كتير. بس حجزنا طيران واجينا بكل بساطة. لا فيزا ولا شيء. قعدتوا فين في الأول؟ في أي حي؟ فوراً اجيت على المعادي، وإلي بالشقة اللي أخذتها بعدني فيها من وقت ما اجيت لمصر. ساعة ما اجيت؟ أبداً، لأنه تعودت عليها، وولادي بالمدرسة، الحي كلياته صاروا أهلي. بنزل بطلع كلياتهم بيخافوا علي، بحس حالي إني أنا مالي غريبة بيناتهم. جميل جداً. أستاذة ميساء. أهلاً بحضرتك. جيتي إمتى؟ جيت 2012 برضو بالشهر العاشر، أول شهر العاشر. كمان كحال أي سوري جاي شهرين ثلاثة، يعني حتى التذكرة مرجانا فيها اللي قطعناها. ورجعين على أساس على بلدنا، وتطورت الحرب طبعا والقصص هي، فقعدنا بمصر. ولكن أنا بحب نوه أنه أنا مو أول مرة بجي مصر. أنا بشتغل بال2002 بزنس ويمان، بمعدل سفرتين أو ثلاثة لمصر كنت إجي. يعني أنا لي علاقة عريقة مع مصر. مع مصر من زمان. ولي صحاب ولي مجتمع مصري. نعم. واضح كمان من لهجتك. تسلم يا رب. جينا هنا سكننا في عبدين، أخذنا شقة على أساس 3 شهور بالكثير، يعني مثل سياحة وتغيير جو، واستمر الوضع للأسف الشديد. بدأت أنقب عن تجمع السوريين هون. كان في أكتوبر، الناس تتدفق إلى هناك، يعني مدينة ما شاء الله جميلة وهواها بيشبه طقس دمشق يعني. وحقيقة أنا يعني اندهشت أنه السوريين حولوا أكتوبر لمدينة سورية، وبعض الصحافة والتقارير كتبت أنه أكتوبر هي دمشق الصغرى، مطاعمة باللهجة بالناس بالتكاتف السكاني يعني. وأنشأت فريق شام، بحكم انه ما عاد في رجعه على سوريا. انت بدك تعمل عمل تثبت ذاتك فيه وتندمج بالمجتمع وتساعد الناس اللي ما لهم ذنب. الفريق ده هدفه ايه؟ هدفه اغاثي معونه العالم حقيقه. يعني فريق شام معروف على مستوى مصر، يعني حتى انه انشطه مع المفوضيه كان ورشات عمل، يعني اهلتنا للمجتمع المدني، لانه احنا ما عندنا خلفيه. كان حقيقه عندنا حب التطوع وبذل العطاء، ولكن اليه العمل ده جانب ما كان في نشاطك. بس الجانب الاول لما جيتي كنت بزنس وومن زي ما انت بتقول. طبعا بزنس وومن في اي مجال. نعم، تجاره بالكفر تيبل الهندي والسكارف الهندي المشغول بيدوي. يعني انا بطلع كنت على الهند واتسوق. والمشغولات دي يعني دول حاجه ثانيه خالص. نحن لما اجينا لهون لقينا انه في حاجه، يعني تاسس فريق شام من الحاجه، من الاحتياج، من لب الواقع اللي كان هون. لقينا في حاجه للسيدات السوريات، يعني انه نكسبهم مهارات، نمكنهم من عمل، يعني من مهنه يقتاتوا فيها. لانه اغلب السيدات السوريات اللي اجوا فاقدين للمعيل حقيقه، كانوا للزوج او للاخ او للاب، وفي ناس معها اطفال كمان. ونحن بصراحه ما لنا متعودين نقعد عالي على حدا، يعني مع الشكر الجزيل لمصر والمجتمع المصري اللي استقبل وتعاون كثيرا. يعني اسسنا فريق طوارئ اول ما اجينا، بعد 7 شهور تحول لفريق شام،
وما شاء الله كان يعني على مستوى السوريين اللي في مصر صار ممتاز جدا الحمد لله. أضيف شغلة صغيرة، نحن فتحنا مشغل بداية هذا مشغل لوحده تأهيل سيدة وتمكينة من عمل، كان في عنا كذا سيدة تتقن العمل اليدوي علمت بقية السيدات، صارت ورشة لمدة سنتين تعيل 25 أسرة. فين مكانها؟ مكانها في أكتوبر كان. أكتوبر. 2013-2014. ممتاز. ب 1500 جنيه كل سيدة كانت تأخذ، وصار في علاقات اجتماعية جميلة بين السيدات حتى تناسبوا مع بعض. ممتاز. يعني يتزوجوا بنت فلانة لابن فلان وهكذا، وإلى الآن ما زالوا اللي ما سافروا لبرا على أوروبا علاقة أكثر من رائعة. جميل والله، قصص رائعة يعني. أنيسة قولي لي حكايتك. بقالي كم سنة في مصر؟ بقالي 8 سنين أو 7 يعني، جينا 2012 برضو. 8 سنين ده أنت يعني كنت صغيرة قوي لما جيت؟ كنت في سنة 6 ابتدائي. بس احنا قصتنا مختلفة، لأن أنا بابايا مقيم في السعودية، فهو كان بعت لنا فيزا على سوريا ووصلت بمصر بالغلط، فاحنا سافرنا كفيزا على سوريا. يعني إيه؟ فيزا عشان نطلع له، طلعوا على السعودية، فالفيزا وصلت مصر، فاحنا قلنا نطلع نقعد أسبوع في مصر سياحة وبعدين نتحرك. الأسبوع على طول قوي. يعني هما كانوا 7 أيام بقوا 7 سنين. بس كانت تجربة حلوة يعني. احنا جينا على أساس ان هو نقعد أسبوع، وبعدين الفيزا عشان تاخدها لازم تعمل إقامة، فماما سجلتنا في مدارس عشان تبقى إقامة مدرسية، وبعدين عملنا الإقامة. يوم ما رحنا نستلم الإقامة كان آخر يوم للفيزا، واحنا رحنا تاني يوم ناخد الفيزا، فقالوا لنا كان آخر يوم امبارح وقعدنا. طب قعدتوا في اي حاجه؟ من اول ما جينا قعدنا في المهندسين، المهندسين في شارع شهاب. وفضلنا فعلا قاعدين هناك لحد من سنه تقريبا. جيتوا على دمشق السوريه؟ لا فضلنا برده في المهندسين نفسها، بس نقلنا مكان اقرب للسكن للشغل بتاع ماما، لان ماما اللي هي مدام نهله اللي طلعت في اللي هي طلعت في التقرير اللي بتطبخ دي. ايوه بالظبط. انا اصلا كنت عايز اسال عن عنوانها علشان من اللي شفته من اللي شفته، مع انه عامل دايت يعني، بس يلا مش مشكله. دايت ما يمشيش في مصر خالص يعني. نعم اكلنا ما بيسمعش، اكلنا صحي خفيف بس ما بيتخنش. معقوله فيها شاورما؟ طيب وانت بقى يعني لما جيتي كنت في سنه 6؟ اول سنه رحت اولى اعدادي بقى؟ لا كنت يعني اول سنه دخلتها هنا كانت 6 ابتدائي. 6 ابتدائي يا ده انت ده حقيقي. كبرت هنا يعني. وكنت صغيره جدا لما جينا. اول فتره ما كانش في اي حد سوري اعرفه خالص في المكان اللي احنا قاعدين. ماما اهي بسم الله ما شاء الله. يعني غير عائلتنا اسرتنا احنا، فكان طبيعي ان احنا ناخد اللهجه وان احنا نبقى مصريين جدا يعني، خصوصا حتى المدرسه اللي كنا فيها ما كانش فيها حد سوري غير احنا وطالب كمان. فكان اغلب مجتمعنا سوري. حتى كنت لما منسافر اسكندرية أو من روح أي حتة وقابل حد لفة سوري أو لابس الزي الرسمي، فكنت على طول بجري عليها تعرف عليها ست أو راجل أو أي حد وأقول لماما فلانة أهي. بس في الأول خالص ما كانش فيه أي حد مصري، بعدين بقى لينا أصحاب كتير مصريين سواء في المكان اللي احنا مقيمين فيه أو زي ما طنط قالت في أكتوبر أو في المعادي. جميل جدا. طيب سيدة سمر يعني مجالك الطبخ برضه؟ طبخ. بتطبخي ايه بقى؟ بطبخ الاكل السوري. تعلمنا الاكل المصري، نعمل مصري وسوري. طب انت يعني عامله مطعم؟ انا عندي مطبخ. مطبخ؟ عندي مطبخ كمان مثل مدام نهله. عندي مطبخ طبعا وعندي زبايني. طيب يعني انت مطبخ يعني بتيجي لك طلبات طبعا اوردرات انا بينطلب مني على التليفون بالتواصل الاجتماعي. عن طريق اصحابي عن طريق الجيران تعرفنا يعني على الناس. هلا صار لي 3 سنين انا بطبخ. فتوسع، كنا بالاول يعني ناس قليله، هلا توسعنا اكثر. معاكي كم واحد بيشتغل معك او انا واحدة؟ معي 5. 5 دلوقتي؟ 5 طبعا. وقت بيكون عندي ايفنت او بيكون عندي عدد اكبر عندي مجموعه بتجي اكبر حسب الطلب. اكثر اكلات بيطلبوها يعني انت بتقدمي الاوردرات والطلبات بتاعتك للسوريين ولا للمصريين ولا الاثنين؟ والله الاثنين، بس المصري اكثر لانه حابين يجربوا مثل ما تفضلت يعني اكلاتنا السوريه حابينها فبيحبوا يجربوا اكلاتنا. بيطلبوا اكثر حاجه ايه؟ عندي بياخذوا اكثر شيء الكبه. الكبيبة. الكبيبة بياخذوا اليلانجي يعني ورق العنب زيت الزيتون. بياخذوا سلطاتنا بيحبوها كثير، فتوش الفتوش والتبوله والبابا غنوش كله بطريقتنا. هذا إيه اكلاتنا السوريه كثير بيحبوها، مشان هيك دائما طلب عليها اكثر. وبعمل مصري، تعلمت المصري. انا كنت بلدي ما بعرفه. لا تخيل انا وقت بعمل هلا الحمام
والله صرت شاطرة بالحمام كثير طبعا. لا والله طبعا. لا ده انت انا عايزك بعد الهوا كده عشان ايه تقولي لي بقى تعمل الحمام ازاي؟ بس دي اكلتي المفضلة. ايوه كم. ايه بعمل الحمام، بعمل البط، بعمل اكلات المصرية كلياتها، المحشي تعلمنا المحشي طبعا. انتوا المحشي عندكم مدفوف اللي هو مختلف؟ لا مختلف عنا، حتى الكرنب عندنا نحن شوية أدخن، وغير الخلطة، الخلطة بتفرق، نحن دائما بنحط بخلطتنا في لحمة. وطريقة طبخنا كمان بتختلف عن المصريين، نحن انتم بتحطوا خضرة نحن ما بنحط خضرة. اوكي. ففي فرق بالطعم وفي فرق بطريقة الطبخ. جميل. بس بصراحة كمان طبخهم طيب، تعودنا عليه. بجد؟ ايه أكثر أكلة مصرية بتعجبك يعني؟ المحشي. خاصة محشي الكرنب. محشي الكرنب بس مزعج كثير بلفه ومساواته واكله سريع. واكله سريع. عايز اقول لك انا هو بيتعمل انا باكله هو لسه قبل ما يستوي. قبل ما يستوي لذيذ كثير. فطبعا توسعنا ما كان هيك احنا عنا، وهلا الحمد لله متوسعين بخير الحمد لله. طيب مدام ميساء، يعني نشاطات المؤسسه قلت لي بتتوسع دلوقتي. هي واسعه من الاول الى ارضيه. ما شاء الله، يعني اندعمت كثير، الفريق اندعم كثير للامانه. لانه حالات موجوده وخدمات مقدمه. ايه الخدمات اللي بتقدميها؟ هلا عندنا سلات بشكل دوري، احنا سلات بتقول عليها شنط. شنط منتج الشهر، منتج الشهر كاملين مع فروج او كيلو لحمه. بنوزع حوالي 200 سله بالشهر. في اسر معينه طبعا، في اليه وفي بتعملوها. طبعا طبعا للاسر التي ما بتستفيد من خدمات المفوضيه. بتعرفي السوريين بياخذوا كوبونات غذائيه، السوريين ثانيين يعني بيساعدهم دخلهم، بيشتغلوا بس دخلهم على قده يعني، فبتودي لهم شنطه. ادي واحده نحن عندنا شنطه بتكفي شهر. شنطة ما شاء الله 14-15 كيلو يعني. واو. في علبة سمنة الأساسيات، علبة سمنة، الزيت، المازولا، السكر، الشاي، الرز، البرغل، العدس الأصفر، العدس الأسود، جبنة، حمص طبعا، فاصولية حب، ذكريني، والصلصة. وصلت صلصه الصوص بالطماطم، المعكرونه بانواعها، فراخ ولحمه برضه طبعا طبعا، يا فرخه يا كيلو لحمه مع كل سله يعني. بشكل دوري هدول. وطيب تمويل السله دي بيجي منين؟ تمويل السله هلا انا عضو ب يعني مؤسسه وطن صرت حاليا، و نحن علاقاتنا قويه كتجار، كنا من قبل ما نجي مصر بتعرف يعني. لما جينا مصر حتى السوريين اللي برا تعاطفوا مع السوريين اللي نزحوا لدول اللجوء. ضمن علاقاتنا هن كانوا يبعثوا اول شيء، بعدين ما شاء الله المصريين ما قصروا كمان بالسلل بالشنط يعني. هن سباقين ومبادرين بالعمل المدني، نحن تعلمنا منهم كثير صراحه للامانه يعني. ربك بيسهل يعني ما بيقطع، سبحان الله. سبحان الله، طيب. طبعا في كفاله ايتام كمان وكفاله طلاب مدارس. بين ال 40 و60 طالب نكفل كل سنه. احنا بندفع لهم صوتات المدارس تبعهم. جميل جدا. أنيسة انت متطوعه برضه في مؤسسات خيريه. اول يعني اول ما تميت 14 سنه تقريبا كنت بروح مكان تبع هيئه تي دي اتش، في بيعملوا انشطه للاطفال اللاجئين. فكنت بحضر مهارات حياتيه وحاجات كطفله يعني، مش كحد متطوع. وبعدين حضرت كذا تدريب قادة مجتمعيين فحضرت كذا تدريب وانا لسه برضو يعني لسه بحضر كطفلة، وفي نفس الوقت في اماكن تانية ببقى مدربة. فالمكان نفسه عمل كذا نشاط ان انا ابقى المسؤولة عنه. بعدين رحت مكان اسمه واي بير، لو تسمع عنه، بيتكلم عن تثقيف الاقران من اللي هو الشباب من سنة 18 ل 25 او 28. بيعملوا كامبات للتثقيف عن الصحه الانجابيه واخطار الختان واخطار مرض الايدز وبيجي ليه وكده. طب والله حاجه جميله. فبدات بدات في الموضوع ده وانا عندي برضو 15. بعدين اشتركت في هيئه كير، كنت متطوعه في هيئه كير لكامبات بتتعمل بقى في محافظات بره للاطفال. مالهاش دعوه بلاجئين او لا، هي بتتكلم عن عدم التمييز وحاجات القيم نفسها في الاطفال. اشتغلت مع المشروع اسمه مسار في هيئه كير، وبعدين اشتغلت مع سيف في الايفنتات السنويه بتاعت يوم اللاجئ. وقت تشاركي في كل النشاطات دي يعني؟ الحقيقه بالنسبه لي المدرسه كانت يعني لسه في كنت لسه مش ثانويه، فكان بالنسبه لي المدرسه فتره قليله في السنه. انت دلوقتي ثانويه عامه؟
دلوقتي لسه مخلصه امتحانات يعني. والله طب وايه الاخبار؟ يعني ربنا يستر. يا ناويه على ايه؟ الحقيقه انا ناويه ادخل فنون تربيه فنيه. لا فنون جميلة. تطبيقيه. فنون تطبيقيه. فنون تطبيقيه. او لو جبت هندسه مش هقول لا يعني. طيب زي الفل ان شاء الله ربنا يحقق لك. ربنا يخليك يا رب. بس من ساعتها يعني بسبب التدريبات وكده دخلت مع حركه اسمها حركه سلميه، قائمه عن انها تجمع الناس اللي عندها نفس المبادئ السلميه اللي هي العداله والحاجات السلميه في الشخص نفسه. تمام. بتعمل حاجات، بتعمل ملتقى كل سنه، بتقابل ناس جديده في المجتمع المدني، تعرف على ناس جديده من ثقافات مختلفه وخلفيات مختلفه. فكل ما عارفي خلوني ان انا عندي ناس كتير في محافظات كتير عارفاهم. ده خلاني السنه اللي فاتت في رمضان. مصريين في الاساس ولا مصريين؟ مصريين في الاساس، اغلب صحابي مصريين يعني. فده خلاني السنه اللي فاتت في رمضان عملت هاشتاج اسمه مغامرات قرده، ولفيت في رمضان تقريبا 15 او 16 محافظه. ولحد دلوقتي من ساعه ما جيت لفيت 23 محافظه لوحدي يعني، مش بروح رحلات او حاجه. بكتب في الهاشتاج، بكتب انا رايحه مكان الفلاني ومغامرات قرده بحكم مغامرات قرده. الهاشتاج مثير. مثير طبعا. بحكم ان انا عندي اصحاب كتير وان انا عندي علاقات كتيره، فده خلى ان ممكن يعني حد يقول لي تعالي مثلا انا في المنصوره، انا في كده. كويس. فكنت بروح المحافظه افطر فيها واتسحر وبعدين انطلق على اللي بعدها على طول، فما كانش باخد وقت يعني. ومامتك وقالك يعني بيساعدوكي في النشاط؟ ماما كانت مدياني الكريدت كارد بتاعها واللي هو عايشي براحتك. و والله ناس كتير بيحسدوكي دلوقتي يعني. طيب مدام سمر، في منافسه في المجال بتاعك؟ طبعا في منافسه. يعني السوق في منافسه. طب انت بتعملي ايه علشان انت تنافسي؟ يعني السعر، الكواليتي، الجوده؟ طبعا بما انه انا سوريه، اكلي سوري، هذا هو اكبر منافس. طبعا اللقمه الطيبه. انا اصحابي المصريين بيساعدوني. انا وقت اللي ابتديت بشغلي ابتديت اول شيء في اللي صاحبتي مصريه جارتي هاله، هي اللي كانت اكبر مساعد لي. انا وياها ابتدينا مع بعض بالبدايه في بعزيمه واحده كانت بالاول، كنا قاعدين طب ليه نحن نضيع وقتنا، تعالي نشتغل. فحاولنا وعملناها انا وياها لاصحاب زوجها، فكانت اول انطلاقه لنا والحمد لله نجحت فاستمرينا. تعرفت على اليو ان، تعاملت معهم كمان مع المدير العام، هو كان اكبر مساعد لي تبع تمكين المراه الاقتصادي. صرت اعطي دروس بمنظماتنا نحن السوريه. دروس في ايه؟ في الطبخ. بالطبخ. اوكي. ايه بمنظماتنا السوريه، بسند، بالمركز القومي للمراه، بكير، هدول كلياتهم اعطيت دروس فيهم والحمد لله لعدد كبير لجميع الجنسيات، اليمني، السوري، المصري. ضلينا حوالي سنه ونص ونحن بعت لك المدام. اهلا وسهلا فيها. انت تعلميها سوري ولا تعلميها روسي؟ تعلمني روسي. تمام. ولا احلى من هيك زوجتك روسية. طيب الاسعار بقى قولي لي بقى. الاسعار طبعا ماشي مع السوق اكيد. حسب السوق نحن ماشيين، ما في اسعار زياده. بتديني كده يعني فكره. طيب ماشي، شو بدك لاقول؟ اطلب لشوف، يلا اعطيني اوردر. او الكبه، او الكبه طبعا قرص الكبه بنبيعه ب 10 جنيه. القرص يعني الحجم الوسط بنبيعه ب 10 جنيه. والمناقيش والحاجات دي؟ والمناقيش حسب يعني 4 5 6 حسب نوع المنقوشه. طب نفرض مثلا واحد وزوجته ومعاه طفلين وعايزين يتغدوا، يتغدوا بكام؟ يتغدوا بكام؟ طبعا احنا اكله حلوه يعني، مش اكله يعني. يعني نجيب لهم جوز حمام مثل ما انت بتحب الحمام. شو رايك؟ جوز حمام؟ ده انا جوز الحمام انا اللي اكله. لا لواحد بس، لشخص. طبعا هو وزوجته بنجيب لهم جوزين. طيب تمام. ونجيب لهم صحن تبوله. اوكي. هذا التبوله اساسي. نجيب لهم صحن بابا غنوج وقرصين كبه مهليه وقرصين كبه مشويه، سمبوسك جبنه، سمبوسك لحمه، خلص كفايه. حيشبعوا. كم؟ هذا قديش نقعد نحسبهم؟ بتصلي على انيسه. نحسبهم يعني حوالي 400 جنيه مثلا ممكن هدول. 400 جنيه مش عارف، انا ماليش في الحاجات دي يا جماعه، حد يغششني. ده كويسه يا جماعه؟ معقوله؟
معقول الشباب بيقولوا انا عندي مداخله بسيطه على فكره بس هذا اللي عدته السيده سمر بكفي مو بس غداهم بكفي غداهم وعشاهم وغدا ثاني يوم لا تعال ان شاء الله كثير انا باكل جوز حمام هلا بدي ياكل هو جوز وانا كمان زوجته اللي بياكل جوز حمام مش هياكل قدامه بقيه اللي هي حي لا لا سلطه فقط لا مش هياكل خففي عليه في هي عشان تشد رجله لا لا على فكره على فكره راح يرجع هو لانه الاكل طيب راح يرجع انا متاكد انا واثقه يعني انا واثق فيها طب المفارش دي يعني انتم بتعملوها في المشغل المشغل اللي اسسناه سنتين للامانه دعمتنا فيه منظمه سوريات عبر الحدود رفقاتي مقيمين بلندن هن اللي دعمونا فيه بتاسيس المشغل يعني بادواته الاولانيه وعال 15 سيده لمده سنتين يعني فتح بيوت حقيقيه مو شيء بالكلام بس وعلم 160 سيدة بدون أي مقابل تفوت السيدة في الست اللي بتعرف الشغل منيح هي يعني تأهلهم نحن الفكرة من المشغل أساسا كانت تمكين المرأة السورية برات بلدها تكمشها مهنة تواجه فيها الظرف يعني نحن لقينا حالنا نحن والحياة سوا بشكل مباشر فقدنا الرجل فقدنا المعين خلاص تحدي صفية الزوجة أو الأم أو السيدة هي الأب والأم والأخت وكل حاجة لازم تعيش عائلات كثيرة جاءت إلى هنا ما في أبدا رجل معها هي وأطفالها وانت عارف وقفت على رجليها وقفوا على رجليهم ما شاء الله طبعا 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 ساعدناهم بداية بيجوا ما في بيت بنستضيفهم عند حدا بعدين بياخذوا بيت نبلش نفرش لهم البراد الأولويات غسالة براد كذا بعدين بنشوف إمكانيات المرأة شو براد اللي هو الثلاجة يا جماعة ثلاجة وبعدين من أهلها وبعدين في مشاغل عنا بالمنطقة الصناعية للأمانة كمان بدي أتشكر عبر برنامجكم كل حدا عنده مشغل واستضاف السيدات السوريات مجانا وعلمهم على المكنات دول مصريين سوريين ومصريين سوريين ومصريين وبعد ذلك لما لقوا سيدة مهارة وبدها تشتغل فعلا أهدوها مكنة بالبيت مكنة تشتغل عليها كويس قوي نعم. جميل جدا أنيسة يعني إن شاء الله بإذن الله يعني الأمور في سوريا تبقى طبيعية وترجع زي زمان وأحسن أنا زرت سوريا قبل الأزمة يعني نعم. بلد رائع وبلد جميل يعني علاقتكم بمصر تبقى إزاي يعني أكيد نتمنى نرجع في وقت ما بس غالبا أنا يعني أسرتنا ما عندناش مانع أن احنا نكمل في مصر لان خلاص خدت ثانويه عامه واخويا السنه الجايه ثانويه عامه فيعني تقريبا دي خطوه مهمه هنا واعتقد لو نزلنا هناك هنضطر نعيد السنين يعني هنضطر نعيد امتحانات ثانويه عامه ونعيد فالمستقبل خلاص موجود هنا يعني احنا قاعدين وبعدين بلدنا الثانيه طب مدام ميساء والله وطني الثاني مصر اللي بكن له كل محبه بصراحه أنا من قبل ما تيجي الأزمة أو الثورة سموها كما تشاءون أنا لي صولات وجولات في مصر واستفدت جدا يعني ماليا يعني عرفت شلون فمصر كثير بحبها وإلي في علاقات جيدة جدا على الأغلب أنا حكمل بمصر كمان حرجع زيارات لسوريا نعم مدام سمر لا مش هتكمل لا 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 انا هكمل وقاعده قاعده لكم قاعده لا قاعده لكم اولادي تعودوا ونحن تعودنا ونحن اذا رجعنا لبلدنا طبعا هي البلد واحد ما بيقدر يتخلى بس رح نرجع من الصفر لا نحن هون صرنا بين اهلنا وبالفعل مثل ما تفضلت مدام ميساء انه كمان وطننا الثاني ومبسوطين كثير والشعب المصري طيب كثير وانا عايشه مع ناس مصريين اصحابي مصريين اكثر من السوريين حاسه حالي انا بين اهلي وقت ما بكون موجودة معهم بيتصلوا فيني سمر تعالي لازم تكوني معنا بأفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم أعداتهم دائما فمثل ما قلت لك يعني صديقتي هلا هي وعيلتها هدول أهلي كلياتهم عوضا عن جيراني والباقيين كلياتهم وأصدقائي فلا مرتاحين ومبسوطين الحمد لله وإحنا كتير. مرتاحين ومبسوطين معاكم وإحنا فعلا شعب واحد مش مجاملة ومش كلام يعني ما لقينا فروة نأجينا شعارات لا ده يعني ده الحقيقة أنا بعرف سوريين من زمان جدا من 30 سنة أنا بعرف سوريين فعلا احنا بنشعر تجاه السوريين بالذات يعني تجاه كل الاخوه العرب شعور واحد لكن شعور سوري. خاص تجاه الشعب السوري الشقيق فعلا والسوريين بحبكم قوي ممنونين ليكم التزاوج بيناتنا كان يعني دائما احنا اهل من زمان صحيح حتى برج القاهره عليه علم سوريا ده صحيح من ايام الوحده وانا بدي اضيف نقطه صغيره لن ينسى السوريين مهما حيوا او لن ينسى السوريون مهما حيوا
الاستضافه والاحتضان اللي لقوه في مصر. انتوا في بلد واكبر دليل بص الدول العربيه المحيطه جوارنا لبنان والاردن، وانتوا عم تسمعوا على مرأى العالم شو عم يصير بالسوريين. يعني احنا مش عايزين ننكأ الجراح، لكن طبعا يعني بس من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرا مصر من القلب يعني. لا شكر على واجب، ده واجبنا وانتم اهلنا وناسنا واشقائنا فعلا يعني مش مجازا. نورتونا وسعيد جدا بقصص النجاح اللي انا بسمعها، واتمنى لكم التوفيق والتقدم، واهلا وسهلا بكم. اهلا بحضرتك. شكرا لكم. ونحن كثير انا سعيده اني انا كمان كنت معكم هون. الله يخليك. برضه كمان بشكر المصريين وطيبتهم وحسن ضيافتهم. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا على الضوء على نجاحات السوريين. الله يخليك. مدام سمر الجراح، مدام ميساء الشماع، وانيسه محمد، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم على حلقه النهارده. تصبحوا على خير.